بالفعل اخويا، هذه الوقفه الثانيه، لان الوقفه الاولى درناها امام باب العماله، ولكن باب الحوار بقى مسدود، لذلك حنا كنديروا دابا هذه الوقفه الثانيه امام باب المحطه الطرقيه، باش نبينوا للمواطن الجديدي باننا حنا غير راضيين على الوضع اللي كتعيشوا هذه العماله، هذه اللي ما كاينش شي حقوق اللي تعطات لهذا السائق في مدينه الجديده. ناهيك على الخروقات اللي كتمارسهم مع العمالات الجديده، لانه كاين قرارات وزاريه خرجت، ولكن العماله ما قبرت كل شيء، ما كاينش استجابه لهذ المطالب ديالنا. كاين 10 26 اللي تعاملت مع واحد التغييب التام، يعني ما كاينش شي سائق مهني خد حقه من كيولج للعماله، والمذكره الوزاريه كتقول توقيف المركبه واعطاء لهذاك السائق حقه، لانه هذاك المستغل اللي خد لي حقه كيتعتبر بانه اعطاه المعلومات لواحد البوابه، ولكن هو خلى بهذاك الشرط ديال الوفاء. يعني هذه حد ذاتها يعني راه خرق سافر للدوريه 10 26. ناهيك على لقينا واحد الخروقات اللي كيديرهم بعض النقابيين المسترزقين اللي هما اللوائح ديال رخص الثقه، يعني لقينا هما كيديروا لوائح وكيصيفطوهم للعماله وكيكاشيو فيهم، والعماله كتستجيب لهم لهاد اللوائح. ضاربين عرض الحائط، لان العماله هي اللي عندها الحق تعطي لاي مواطن تعطيه رخصه الثقه، ولكن لقينا العكس، كاين النقابات اللي كيوركوا العماله باش تعطيهم رخص الثقه. ناهيك التفعيل العداد اللي ما كاينش صونا لكرامتنا وكرامه المواطن، ما كاينش حتى هو، خدامين بواحد العشوائيه، ما كاينش لا تسعيره لا عداد لا والو، والعماله كتفرج في هذا الوضع. ودابا حنا كما قلت لك مقبلين على الصيف، وعلى الزوار جدد اللي كيدخلوا للمدينه ما يلقوا والو، يعني كاين عده مشاكل اللي كنتخبطوا فيها، ولكن لا حاسب لا رقيب. الحوار مازال مسدود مع الهيئات النقابيه اللي كتمثل هذه الوقفه، واللي خايده على العاتق ديالها هذا القطاع لحد الان، او حتى شي باب تفتح باش نتحاوروا معاه. مؤخرا سمعنا بتوقيف السيد رئيس قسم اقتصاد بالنسبه للوقفه الاولى، راه حنا كنا كنناجدوا العماله في الشخص ديال رئيس القسم الاقتصاد، لانه هو المسؤول على هذا القطاع الاول في مدينه الجديده، وحنا راه كنشوفوا عده خروقات، من بينها اننا خدامين عشوائيين بلا عداد بلا طريفه، هذه راه في حد ذاتها راه خروقات، لان ما كاينش شي بتي طاكسي في المغرب وعبر ربع المملكه كيخدم كبتي طاكسي وسط المدينه وكمدينه سياحيه اللي كتعرض كل صيف لضغوطات من جميع انحاء المغرب، وكنتفاجئوا باننا كنخدموا عشوائيين، وفي في في حين ان الطاكسي هنا في جديده ما كيتعداش واحد 500 طاكسي، كيكون واحد الاكتضاد على الطاكسي والازدحام ديال الطرق، وفي نفس الوقت كنلقاو واحد المشاكل مع الزبون، في الحين باش نحطو ونحيد العرقله ديال الطاكسي ونمشي خاصني تنتشانق معاه وندار معاه على قبل التسعيره، كيقول لك لا ما يمكنش، هو كيقول لك واخا ملي كتوصل معاه لحدا بوست البوليس ولا هذا كيبغي يتحمى بالامن، كيقول لك هذا في حد ذاته راه شافرني، حنا راه ما شافرينوش، حنا راه خدامين عشوائيين نهار اللي طلعنا لهذا القطاع، راه دابا عندنا 14 عام وكنقولها وكنعاود نكررها، راني خدامين في واحد الجو، واحد الحق اللي هو اصلا ملوت. ولكن كنشكروا السيد العامل سمير الخمليشي، كما كنقولوا خاد واحد المسؤوليه على العاتق ديالو، وشاف بالوقفه الاولى وعاود عيط للسيد القسم الاقتصاد وتفاعل معاه وتستجب معاه، ولكن موراها تم التوقيف ديالو لانه وقف على شي خروقات. كنتمنوا منه انه يستدعينا، حنا هذه الوقفه اللي غنديروها ماشي باغي الفوضى ولا العشوائيه، حنا باغيين اصلا هو يحل لنا الباب ديالو كعامل ديال المدينه الجديده، وكنتمنوا منه ياخذ الرسميه ويبقى معنا، لاننا حنا كنشوفوا فيه النزاهه لحد الان، كنشوفوا ان الشوارع ديال المدينه الجديده كلها غادا في اصلاح، كنشوفوا شي حوايج اللي ما كناش كنشوفوها من قبل منه، ولكن بغينا يفتح معنا الحوار ونشوفوا هذا القسم الاقتصاد كيفاش توقف وشنو هي الخروقات اللي وقف عليها، لان عندنا عده مشاكل بغينا حنا نوصلوها ليه. القرار اللي خرج القرار العاملي ما تم التفعيل ديال هاد الدوريات وما تم التفعيل ديال هاد البنود، خصوصا السجل المحلي اللي فيه المعايير ما خدوش بعين الاعتبار المعايير اللي كنطالبوا بها حسب الاقدميه حسب التراتبيه، اللي هذا هو السجل اللي خلى
بعد الهيئات النقابيه كتعوم في الماء العاكر وخلاو هذاك اقتصاد الريع وبقاو كيتفاصلوا مع الناس برا ب 60 مليون 70 مليون ويمشيو يهزوا من السجيل بلا حسب الاقدميه ولا حسب الحاله الاجتماعيه ديال السائقين كما كنشوفوا دابا هما السائقين دابا هنايا ضربوا سنين في هذا القطاع ديال سيارات اجرهم ودابا هنا كيسعوا في المحطه وما خدوش بعين الاعتبار هذه الامور. ومساله اخرى وهي الدوريه 1026 اللي هو الدعم ديال الغازوال اللي من المفروض تعطاو للسائقين الدعم ديالهم ما تم التفعيل ديال هذه الدوريه.